هاي صبايا، انا ساره. ليكن تمرين جديد مختلف فعليا وحرفيا. هلا خلصته، يدمج بين المقاومه والكارديو لكن بطريقه مختلفه تماما عن كل التمارين يلي بتشوفوها، لاني اليوم فعلا حسيت حالي ابدعت. الشد حتحسوا فيه بالمؤخره والافخاد والخواصر والبطن رح تحترق حرق انا بوعدكم، والذراعين حرفيا. يعني بكره رح نفيق مكسرين تكسير اذا ما عملنا الاطاله. عزيزاتي لا تنسوا انه في عنا برامج مجانيه على صفحتي sarabuffy.com، وكمان مجله جديده يلي حابين يخسروا 20 كيلو. حطيت لكم التحدي بمجله فراشتي، هي مجلتي انا، سميتها على اسمكم فراشتي.com. اذا كنتوا جاهزين خلينا نبلش فورا. على فكره كله مجانا، اوكي. حركات احماء خفيفه مثل ما حكينا. اليوم الجسم كله رح يشتغل، الجسم كله رح يشد عضلات الذراعين، عضلات الصدر، عضلات الفخذين والمؤخره. كمان رح نعمل حركات كارديو. يس، هي بس نعمل احماء حلو. مرة نسحب فوق سكري، عنا ايدينا ورا ظهرنا. Yes، رفعنا. كأني في شي ورانا عم ندفشه فعلا. بالمؤخرة تفشي وظهرك مستقيم، مكانك الركب مفرودة. Yes، ريحي. يس، تحت سكوات خفيف. يس، فينا ناخذ على فكره العصاية تحت. يس، هلا بقى يا عزيزتي على طرف. اوكي، يس خلصت. هلا بقى بناخذ العصاية يا عزيزتي، بنحطها هون هيك بهي الطريقة. اوكي، ندفش المؤخرة. هلا الحريق رح يبلش، حمليني شوي. يس، البطن مشدودة، تفشي المؤخرة تماما. جاهزين؟ تحت، بس تفشي المؤخرة لورا. فعلا لورا صبايا، مو هيك المؤخرة. برافو، نفرد الركب ونثنيهم. يس، تحمليني شوي صغيرة. دفشة دفشة، ركبة ركبة، دبشة ركبة. نتأكد نشغل الفخذ الخلفي. يس، مرة ثانية.
تحملي معي شوي صغيره كمان بليز. ايش المؤخره اذا ما دفشتيها؟ حسيتي هيك العضله عم تنفتح بهذا البوزيشن؟ هاي مش الحال. اوكي تفشي تفشي كاني في وراكي حيط. اذا ممكن فينا نوقف هيك ونتفش الحيط. That's okay, you know. فعلا تفشي الحيط تحسي فيه اكثر. يأ تفشي. يب احترقوا العضلات الخلفية. يس ركبة ومنفرد بتقدمي وبتفردي بتقدمي هلا ندفش ركبة ندفش ركبة ركبة. ياس اللي وجع ظهره أثناء هذا التمرين بطنه ما عم تشد نظامي. أوكي نحول للذراعين. برافو عليكي. Both. هلا بنات بيسألوني كم كيلو نشيل؟ في شيلي كيلو 2 كيلو ما بحب كثير نرفع الاوزان للذراعين ما في داعي. فوق فوق تك 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 ظهرك مستقيم. لاحظي مسكة ايدي كيف ظهرك مستقيم. يس يس ثبتي 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 فوق ما تنزلي. لا برمي نفس مرة ثانية. ظهرك مستقيم ظهرك مستقيم. يس ذاتس ات. فخورة فيكي لا تتركي حسي بحريق الذراعين. ذاتس ات. فوق 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 الذراع الخلفي رح يجي دوره لسه ما اجى دوره رح تنحرق هي كمان. ثبتي خلي التقل فوق بعرف تعبوا الايدين خليهم فوق صدرك فوق. كملي 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 بليز. اي نو لا تنزلي انا معك لا تنزلي فوق. يس فوق فوق برافو. ما خلصت صدرنا فوق تماما فوق. هاي أمنا على البايسبس تماما أمنا على البايسبس نحتنا الكتاف. الله يرضى عليكم اشتغلوا كثير منيح. يس لازم نعمل افخاد. اوكي اللي بدي اياك اياه تعمليه طبعا الوزن هون. هلا بقى نشغل رجلين تقلب الوزن شيلي كيلو كيلين ثلاثة أربعة ما عندي مشكلة. اوكي نو بروبلم. بس هيك
بس اهم شيء ظهركم صبايا، اهم شيء ظهركم. يس، تحت ومنرفع، تحت ومنرفع. جاهزين؟ مو هون، جاهزين؟ هلا That will be so fun. رح نستمتع. اوكي؟ سبتي. طرقة الفخذ على فكرة، على طرق. معلش، كملي. I love me. I love you. Yeah. الطرف الثاني. تحت وارفع. بعرف هلا حبيتيني كثير. I know. Down. Up. Ready? بس هيك. Kick. Come. Kick. Come. سليلويت. Kick. ترهلات. في كتير صبايا بيعملوا غلطة كبيرة رح قلكن إياها. عجنب. يس، برافو عليكي. الغلطة انهم بيشتغلوا سكوات كثير او تمارين لونجات امامية كثير، فبيكبر عندهم الفخذ الامامي وبصير في عندهم ضعف بالفخذ الخلفي، بصير عندهم مثل جبل من قدام. اوكي، سو هلا بناخذ نفس الاوزان الخفيفة، الاوزان الخفيفة للذراعي عندنا، صح؟ شو رأيك نقعد شوي بهي الطريقة؟ فيكي تحطي مخدة ورا ظهرك، مخدة تحت ركبتك. Up. Yes. Up. برمي المؤخرة. هلا بقولي سارة شو كنتي عم تفكري؟ Yes. Right. Left. Right. Left. فوق فوق. مرة ثانية، الطرف الثاني. لا، خلي الإيدين فوق وبرمي المؤخرة. يس، بس برميها. Left, right. No matter where I hide, you got me sleep deprived. أمام. إيديكي فوق. كملي. ريحي. ورا ورا. سبتي سبتي، ميلي ظهرك للأمام. معي 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 معي، خليكي هون، خليكي خليكي. Four. 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 Sabti. Left, right, left, right, left. Ma ba. Four. Fly. Four.
اطلعي. خربطنا نبلش. حالي احترقوا نظامي. او ماي جنس، والله لم يكن سهل جدا. ابدا. معي فوق. هرولي. هيك احسن. شدي بطنك، وين رحتي؟ شدي بطنك، خليكي مكانك. لا تنطي بجسمك، ثبتي ثبتي. رفسات، يس. أعلى بالركبة مع الإيد. دهون، سيلوليت، ترهلات، يس. هدي تحت. نفس نفس. هلا بنعمل يمين بس هيك. اوكي، رايت ليفت مع الايدين. امام معي معي. نفس. بجوز تكون ما خلصت، عم تضحك علينا. كملي. كملي معي بليز. يس. خلصت هالمرة، خلصت. ثانك يو. برافو. هلا رح نسطح على طرفنا ونجيب الوزن على طرفنا. اوكي، حطي هون. اب الفخاد الجانبية. ثبتي. طبعا فينا نزبطها هيك. خلي اصبعتك هيك. اوكي، دوائر. بالعكس، بعرف. فوق أكثر، فوق نص، فوق ما تنزلي كثير لتحت. يس، نص تحت.
الطرف الثاني. شو هذا يا سارة؟ شو هذا؟ سبتي شدي الفخذ كأني قدي بدك تشدي هالتراهلات. شدي مدي رجلك تماما، مديها بوينت دائرة. بالعكس بالنص فوق، لا تتركي، لا تنزليها، لا هون 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 عم تشد بهاي اللحظة. نص تحت يس، نفس نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا. ناخذ العصاية العزيزة بقى. اوكي وهي ورانا هيك بس. اوكي اللي حنعمله حتى تحت المؤخرة، نقعد وبنرفع. يس كأنك عم تقعدي مع العصاية والعصاية عم تدفشك، ما عم تخليكي تقعدي. يس تحت ليفت كم رايت. جاهزين؟ فوق خفيفة صح؟ جسمك للأمام. واقفة مرة ثانية تحت المؤخرة، هالمرة فتحنا أكثر. نقعد وبنرفع. اعملي مساج للدهون يلي تحت المؤخرة بالعصاي وانتي عم تطلعي. يس مساج مسجي وانتي عم تطلعي مسجي. فعل تحت. هلا تخلي تغطي بالعصاي مكان الدهون. الايدين عم يشتغلوا لاني عم يشدوا العصاي فوق. ماطلي او ميلي، منين اجت ماطلي؟ مرة ثانية خليكي هون. فايف شوفي هالمرة
بنرجع بنمسج بس بنفتح اكثر رجلين. خلينا هون وانتي عم تمزجي. افشي المؤخرة فعلا واطلعي وارفعي الدهون معي. كرييتيف يا سارة. يس ذاتس ات. نفس نفس نفس. جبنا العصاي بهي الطريقة نشغل شوي الخواصر. برمنا. أهم شيء برمي لي خصرك بليز. يعني برمي هيك افلي. مكانك لفت المؤخرة جوا. طلعي لفوق. تك. أسرع. برمي المؤخرة برميها إفلية تماما. Ready? I'm sure you are. 1, 2, 3. برمي الكتاف. يس مرة ثانية. قفلنا. Left, right. المؤخرة مقفولة صح؟ قد ما فيكي طلعي على فوق. ارفعيها تماما بشكل مستقيم لفوق. لفوق مستقيم. جاهزين؟ 1, 2. ثبتيلي المؤخرة بليز. الحوض جوا. تويست تويست تويست. الكتف ما عم يتحرك برميه. يس برافو. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. كارديو. اللي رح نعمله رح نمشي خطوتين لقدام تشا 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 ونرجع بدون تشا تشا تشا. يعني 1 2 1 2 3 4. اوكي 1 2 3 4. مكانك شو رأيك مع صفقة؟ دائرة. مكانك دائرة.
مرة ثانية دائرة. مكانك. آخر مرة. مو راضي يثبت. استمتعي فيا. روحي يمين وتعي يسار واستمتعي فيا. قفزة يمين يسار. إذا فيكي أبعد. دائرة. مرة ثانية. آخر مرة. السجادة عم تزحط، الميكروفون عم يطب. مالتي تاسك عندي. مهمة مزدوجة. تك. تحمليني على فكرة، هي آخر وحدة. اعترف. أبعد. اعترف. مع صفقة. نمشي. برافو عليكي. هلا رح نسطح. لا تهربي، رح نسطح. بليز فور مي، خليكي صدقيني. مشوار الألف ميل ببلش بخطوة، وانت بلشتي أو يمكن مبلشة. لا توقفي. جو اللي بتشوفوهم بالصور، الأجسام الجميلة، البطن المسطحة، تعب. والله أنا اللي عم بعمله أصلاً ولا شيء، هن بتعبوا أكثر من هيك. وانت هلا تعبي لك شوي واستمتعي بعدين. كثير ادمان، حيصير ادمان. خلينا ناخذ الدمبلز نشغل شوي عضلات الصدر، شو رايكم؟ اوكي اي جات ذس بيكتشر. اوكي نحن هيك الدمبلز. على فكره هون فيكي تقلي اذا حابه ترفعي الصدر، بس اهم شيء هون بقى ما تعبي فراغ اسفل الظهر. دوري افتحي الفراغ، طالعي صدرك لبرا هيك. ايوه وارفعي عمهلك، لا تستعجلي. عمهلك عمهلك. شوفوا هيك صبايا، هيك معي معي. شايفتك عم تستعجلي. شوفي 1 2 3 4 up. 1 2 3 4 up. 2 up. 1 2 3 4 come on. 1 2 3 4 up. 1 2 3 4. خليكي تحت. تك تك. افتحي صدرك وافتحي فراغ اسفل الظهر، افتحي للفراغ، خليه يبين تماما. تك تك تك. هلا الدمبلز هيك بهي الطريقة. نبرم بهاي الطريقة ومنفتح. فيك التقلي مثل ما حكيت مشان الصدر، عضلات الصدر فيك التقليه. 2 كيلو 3 كيلو ما عندي مشكلة.
هلا بقى مره ورا صبايا، مره افتحي. يس ورا على فكرة ضل عنا بس حركة هي البطن وخلصنا. Yes, that's it, that's it. هلا بقى بنجيب هاي الدمبل العزيز بنحطها هون. عرفتوا الحركة، حركة سارة بوبيت الشهيرة. Yes, up, come. هاي آخر حركة على فكرة للبطن. يعني آخر أغنية مو آخر حركة. شوي شوي. رفعت خفيفة صبايا، ما في داعي ترفعي حالك كتير، رفعت خفيفة قد ما فيكي بتحكم. يس هلا بقى منجيب الدمبل ومنحطه هون بإيدنا ومنطلع. لا هي صح لل شو اسمه، منحطه بإيدنا هيك ومنرفع ننزل. يس كل مرة بنسى بقولها للانفصال العضلي. بدلي رجل. مدي مدي مدي. سبتي. حريق حريق. برافو. مرة ثانية. دفشات صغيرة. رفعات صغيرة، خلي أصابعك على الأرض مشان يشدوا الذراعين كمان. أيوة هيك. تحمسي، بعرف تعبتي، تحمليني شوي. هذا التمرين ما بينعمل كل يوم على فكرة، 3 أيام بالأسبوع بكفي. يس هلا بقى بتاخديها. الطرف الثاني. ثبتي، لا ترفعي راسك، الانفصال العضلي لا ترفعي راسك، بس ثبتي هيك. فينا نعمل هيك. يس ووهو لوك ات ذس. والله كأني إذا عملنا كارديو مو هيك. فعلياً صبايا. طبعاً هحط لكم رابط الإطالة تحت، لا تهربوا أرجوكم أرجوكم أرجوكن يا عزيزاتي، لا تهربن من الإطالة، لأن الإطالة رح تساعدك على الجسم الممشوق الطويل. أوكي أنا هلا رح أعمله لأني رح يطول أكثر، 20 دقيقة رح أعمله الإطالة، بس مشان هيك ما ضفته للفيديو مشان ما تملوا مني، بس افتحوا فيديو جديد 7-8 دقائق إطالة كافي ووافي. سو عزيزاتي هذا كان كل شيء لليوم، إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي اللايك والاشتراك بالقناة إذا كنتي مشاهدة جديدة. بحبكم كثير، بشوفكم بعدين، باي.